السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وانتم بخير، مبارك عليكم شهر رمضان. بالنسبة للأحمال اللي عندهم سكر الحمل، نحن بننصح الستات بأنهم يعقدوا النية ويبلشوا بموضوع الصيام، ولكن في حالات يجب مراجعة الطبيب للتأكد من سلامة الأم لقدرتها على الصيام، خصوصا الستات اللي بياخذوا الأدوية اللي مخفضة لمنسوب السكر في الدم، بالإضافة للستات بالنسبة اللي هم عندهم ضغط الدم أو بيعانوا من عدم نمو منتظم للبيبي. في هاي الحالة نحن بنحكي إنه لا يجب الصيام إلا بمشاورة الطبيبة، على أساس إنه في جرعات دوائية بنحتاج إنه نعطيها للستات اللي بيكون عندهم ضغط الدم، فبناء على حالتها ممكن إنه نعمل تعديل للجرعات على وقت الإفطار على وقت السحور. في ستات لا تستطيع تعديل الجرعة، فبالتالي بنمنعها من الصيام. وكل عام وانتم بألف خير.